يلا يا رجاله كله اجهز، في طفله جايه هناك اهي. يا باشا احنا جاهزين. هروح اجيب حاجه حلوه. اقفي عندك يا بنت. يا ماما انتوا مين؟ احنا عصابه المينيونز. اقفي عندك وما تتحركيش، هاتي الفلوس اللي معاكي دي. حرام عليكي بتاعت مامتي. واحنا مالنا؟ احنا برضو هناخدها، هاتيها. لا سيبوها ماما تزعقلي. بقول لك هاتيها احسن لك بدل ما افرغ الطبانجه دي في دماغي. خلاص خلاص خدها مش عاوزاها. يلا على بيتك، امشي من قدامي بدل ما موتك. حاضر حاضر خلاص ماشيه. اول 50 جنيه من عرق جبالنا يا رجاله. احنا هنقشط العيال دي كلها هنا يا معلم، كل العيال دي هنقشطها ونخلص الفلوس منها، بس ينزلوا هم بس. اي حد يمشي في الشارع متاخر ولا يتاخر بره البيت هناخد منه كل الفلوس اللي معاه. يلا يا رجاله كله استخبى. احنا بنعمل خدمه للشرطه وللشاعه عشان نمنع الاطفال يخرجوا من البيت. صح يا معلم. اعمل ايه دلوقتي؟ هقول لماما ايه؟ الفلوس اتسرقت مني. دور عليا عياله، انا ما بحبش حد يقول طلع عليا عيال. بروح استعد بصديقي كابتن عماد، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدك. اهلا يا كتكوته، ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتني يا كابتن عماد. كان حقني. خير يا حبيبتي؟ قولي لي ايه اللي حصل. كابتن عماد سرقتني. يا خبر، عصابه المينيونز سرقتك وانا موجود هنا؟ ازاي الكلام ده؟ سرقت منك مبلغ كبير ولا ايه؟ كبير قوي قوي. يا نهار ابيض، وانت ايه اللي نزلك بمبلغ كبير في الشارع يا حبيبتي؟ انا هساعدك ما تقلقيش. انت شفتيهم فين؟ في الشارع الكبير. يا خبر، انا لازم اتصرف. ما بلغتيش الشرطه؟ لا انا ما بلغتش البوليس، انا لوحدي وما قلتش لمامتي. يا خبر، لا انا لازم اتصرف. انت تستنيني هنا عشان تبقي في امان، بس انت ما قلتيليش المبلغ اللي سرقوه منك قد ايه؟ 50 جنيه. هو ده المبلغ الكبير؟ لا استني هنا يا ستي وانا هجيبهولك لحد عندك، وما تزعليش ابدا ولا تعيطي. خلاص بقى، قلنا ايه؟ ما تعيطيش يا حبيبتي. خلاص مستنياك يا كابتن امير. ما تقلقيش ابدا يا حبيبتي، هجيبهولك حالا وهرجع لك. قشطه قشطه، عربيه جديده جايه اهي. ايوه بقى كده. المصلحة حلوة قوي. ايه يا جماعة في ايه؟ ما تتاخروا شوية، انتوا واقفين في نص الطريق كده ليه؟ بقول لك ايه؟ انزل لنا هنا كده، عايزين نكلمك في حاجة مهمة. ايه ده؟ هو اللي في ايدك ده مسدس حقيقي؟ انزل بقول لك. حاضر حاضر، هنزل حالا. قلب نفسك كده حلو وطلع كل اللي معاك بهدوء. انا معيش حاجة، ده مامتي كانت بعتني اجيب شوية حاجات وقالت لي هتاخد من الحضانه وانت راجع. طب يا حلو، انت هتسيب لنا بقى العربيه الجميله الحلوه الاموره بتاعتك الحلوه دي؟ دي اخر موديل دي شكلها. دي بتاعت بابايا. واحنا مالنا؟ يلا يا حبيبي قلب نفسك كده شوف ايه اللي معاك. ايه ده؟ بابا هيبهدلني وانا بروح بيها الجامعه. ده عيل توتو قوي يا رجاله. يلا ادي توتو، هات اللي معاك كله، قلب نفسك. امر بالله. حاضر. عندك يا حبيبي انت وهو. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انتوا بقى عصابه المينيونز اللي بيقولوا عليها؟ ده انتوا عصابه هفاءات قوي. حالي حالي يا كابتن امريكا، خد عربيه بابايا. ما تخافش ما تخافش يا حبيبي، العربيه هترجع لك دلوقتي حالا وهرنهم لك علقه ما كلوهاش قبل كده. الحمد لله يا رب، ربنا معاك يا كابتن امريكا. عندك يا حبيبي، الكابتن امريكا قال احنا ما حدش يقدر علينا، احنا عصابه المينيونز اللي مدوخه الدنيا. انتوا عصابه المينيونز، وروني اخركم كده، وروني وروني هتقدروا تعملوا ايه. تعالى تعالى يا حلوه توت، انت يا صغنن. اجيلك اجيلك اجيلك، ما جيش ليه؟ وانت فاكرني خايف؟ انا ما بخافش غير من اللي خلاني. خد. اي يا ظهري ظهري اتكسر. الله يخرب بيتك يا كابتن امريكا، الحقوني حد يلحقني يا ناس. هات المسدس اللي في ايديك ده كمان، هات. عيل زيك بيعمل فيا كده. نزل ايديك، هات المسدس ده. اي مساعده يا كابتن امريكا، انا خلاص دلوقتي بقى معايا مسدس. مساعده مين بس؟ دول هيموتوا نفسهم لوحدهم يا ابني. اركن انت على جنب، انت فاكرنا هنخاف منك؟ ابعد من وشنا بدل ما هفرغ فيك الطبنجه دي واموتك. فرغها فرغها، تعالى تعالى وريني، انا جاي لك اهو. بقولك ابعد من وشي، ابعد من وشي. يا رجلي، يا رجلي، عملت ايه في رجلي؟ ايه هفق في ايه؟ وقعت. رجليك اتكسرت. يلا بالشفا، معلش معلش. يا رجلي، حد يلحقني يا كابتن امريكا.
اضربهم اديهم يا كابتن امريكا اديهم اضربهم كلهم اضربهم كلهم يا كابتن امريكا اديهم اشكرك 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 على حلو يا امور انت صغير يا باشا ارجوك يا باشا انا هسلم نفسي من غير اي حاجه يا باشا بص المسرات كلها في العربيه دي وعربيه الواد ده عندك اهي وانا يا باشا يا فكيك اغرين يا خرابي Ha 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 ha